الياس كما شتو اخوتي الاعزاز، انا جميله ديال سيدي يحيى الغرب عاد الياس الملكي اللي هو سب لي الام ديالي وانا ما عصبش الام ديالو. علاش؟ عشان الاخلاق عليه نعلمو الرجوله والادب والاحترام، وبكل احتراماتي هي الدار ديال الياس الملكي. احنا دابا داخلين عنده حتى الدار. مرحبا زيد قول عليه الله يسمح لنا منك، وانا ما تحياتي للوالدين، وانا عارف حق الوالدين. انا دابا جيت عندو سال الدار وما لقيتهاش، ماشي انا ولا شي حاجه خايبه ولا هادي، غادي نعلمها الاخلاق والرجوله والادب والاحترام. ها؟ فاش؟ غنعلمو كيفاش بقيت تعلمي الهضر على ولاد الناس، غنعلمو بزاف د الحوايج. احتراماتي لك امي وبحال منا، ماشي خوف، حقا انا محروم من جهه الوالدين. ما يقدرش يخرج. ها امي مشي. شوفي امي مشي قسما بالبر جاي بغيت انا ندير معاه وغنسلم على واحد الاخلاق باش بعد اصلا هو الله عمر. قال لك ما تعرفو شكون هو اللي عارفين فين عارفين. المهم الوالده يلاه خرج دابا. الوالده سمحي لنا بزاف. أما مدينة سيدي يحيى الغرب سمحي لي بزاف، أنا ما لويتش شي حاجة ديال الشر ولا شي حاجة ولا هذا. دابا علاش كيصور فيك؟ حيد أخويا تصور أخويا.